المهم السلام عليكم اعزائنا واعزائكم واعزاء جميع امه المسلمين. الضحيه اسمعني تقول لي شويتيهم ولا تكون امك بحال هكا؟ تكون اختك بحال هكا؟ راه ما يمكنش تكون امك واختك بحال هكا يطرى لهم هذا الشيء. هذيك تقول لي وهذيك اللي قال لك انا خدام معاه في كازا، فين تنعرفك اخويا انا كاع؟ بغيت تلصق لي شي حاجه انا ما كايناش، تنعرفكش انايا. انا نديرو معاك سي جواب تقول لهم تعرفني وما تنعرفكش. وهذيك تقول لهم دار الشوها وانا بغيت امك تكون بحال هكا، خوك بحال هكا، هادشي خاصنا حنا نحاربوه. ودخلنا معاك بالله واه واه والعيالات وهل تقول واش الشوا ودرنا الشوا واش هو هنا وهالبروف هاكي غادي نوليو حنا كاملين الا ما حيدناش هاد الدائره. هاد المشهد هذا راه شفنا البارح كي كان ولا لا، راه شفنا مسكين وعينا ما نعطيو عينا ما نعطيو الحليب عينا ما نعطيو الحنه، ولكن اليوم وصل مسكين الاجل ديالو. حنا راه اسلام، حنا ماشي كفار ولا نبقاو نقتلوا بعضياتنا بحال هكا. ما قدرتش علو غندير له ظفر غندير له كيس غندير له عود غندير له شامبرير، راه ما يمكنش. وعيقوا العيالات واتقوا الله، سيروا للجامع عمروا الجوامع راه خاوي. واش دابا في الماتشات تتكون بادية الباصة ولا الريال كاين شي واحد تيتقعد من الكرسي؟ حتى واحد ما تيتقعد من الكرسي، كلشي تيبقى مريح. عاونونا نعاونوكم، ياكم ما جيتوش لهنايا لعند السيدة هذي راه ما غاديش تشدكم. ظلمتونا راه حتى انايا جبدتوني جبدتكم صافي. كاع اللي دار شي حاجه اللي دار الدل تيسال العقوبه. كاين واحد النوع كاين واحد النوع ديال الرجاله تيبغيو الدل، حنا ما تيبغيوش الدل. انا مغربي وانا عشت في المغرب واني بالو حرقان ايلولو بخيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.